في سباق سيارات كان على المتسابقين قطع مسافة 160 كيلومتر في ساعتين ونصف عشان يفوز. يعني عاملين مسابقة للسيارات، مسابقة جري للسيارات، سباق سيارات كان على المتسابقين يقطعوا مسافة 160 كيلومتر في ساعتين ونص عشان يفوز. تمام، اللي هيقطع المسافة دي في الساعتين ونص او قبل الساعتين ونص طبعا هيفوز. فهنا مطلوب ايه؟ احسب السرعة التي يجب السير بها لقطع هذه المسافة في الوقت المحدد. 2، احد المتسابقين قطع مسافة 40 كيلومتر في ساعة عبر طريق فوق تل، يعني عبر طريق فوق تل، فقطع المسافة دي مسافة 40 كيلومتر في ساعة. تمام، احسب السرعة اللازمة لقطع باقي المسافة حتى يصل في الوقت المحدد. رقم 1، احسب السرعة التي يجب ان يسير بها القطع هذه المسافة في الوقت المحدد. يبقى نقول السرعة تساوي المسافة على الزمن، المسافة 160 اللي هي المسافة الكلية على الزمن الكلي اللي هو ساعتين ونص، 2 ونص، هتساوي 64 كيلومتر لكل ساعة. طبعا نخلي بالنا من وحدات القياس. بعد كده الطلب الثاني بيقول ان احد المتسابقين قطع مسافة 40 كيلومتر من 160 كيلو. تمام، قطع 40 من 160 في ساعة، في ساعة من الساعتين ونص، يعني اخد 40 كيلومتر قطعهم في ساعة من المقدار الموجود فوق ده. تمام، طيب في الحالة دي هو عايز ايه؟ قالك احسب السرعة اللازمة لقطع باقي المسافة حتى يصل في الوقت المحدد. يعني عايز الباقي، عايز بقية المسافة هيقطعها في بقية الوقت. عايزين نعرف سرعته لما يجي يقطع بقية المسافة في بقية الوقت اللي فاضل. عايزين نحسب سرعته لما يقطع بقية المسافة اللي فاضلة في بقية الوقت اللي فاضل. فهنبدأ الأول نحسب اللي باقي من المسافة واللي باقي من الوقت. فالإجابة هنقول السرعة الأول بالنسبة لرقم 2، بقى ما خلصنا رقم 1. بالنسبة لرقم 2، الزمن المتبقي هو بيقول ان هو قطع المسافة ال 40 كيلومتر في ساعة. تمام، ساعة من الساعتين ونص، يبقى الزمن المتبقي هطرح الساعتين ونص ناقص الساعة اللي هو استهلكها، يبقى باقي من الوقت ساعة ونص. تمام، الساعة ونص اللي باقيين دول عايزاه يقطع فيهم اي مسافة، 160 ولا 40 ولا الفرق؟ هنعوز يقطع الفرق لان هو خلاص بالفعل قطع 40 كيلومتر خلاص. عايزين نشوف فاضل كام كيلومتر محتاج يقطعهم اللي هي المسافة المتبقية. يبقى هنطرح 160 ناقص 40 اللي هو خلاص وصلهم خلاص، يبقى 160 ناقص 40 يبقى باقي له 120 كيلومتر المفروض يقطعهم في قد ايه؟ في نص، في الزمن اللي هو ساعة ونص. طيب هنحسب بقى السرعة، يبقى السرعة اللازمة علشان يقطع 120 كيلومتر في الساعة ونص هتساوي المسافة المتبقية على الزمن المتبقي، يبقى هتساوي 120 على 1 ونص، هتطلع 80 كيلومتر لكل ساعة. راكب دراجة قطع مسافة 45 كيلومتر بسرعة متوسطة مقدارها 18 كيلومتر لكل ساعة، ولكنه قطع ال 15 كيلومتر الأولى في ساعة. تمام، يعني هو المفروض هيقطع 15 او قطع 45 كيلومتر، 45 بسرعة متوسطة ثابتة اللي هي 18 كيلومتر لكل ساعة، لكن بيقول لك ان هو قطع 15 كيلومتر الاولى، 15 الاولانيين قطعهم في ساعة، فما السرعة التي قطع بها باقي المسافة؟ ده سؤال فيه شبه من اللي فات. هنقول الاجابة ازاي؟ هنيجي الاول، احنا عندنا دي سرعة متوسطة 18 وعندنا المسافة الكلية 45، يبقى زي ما احنا عارفين السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي، يبقى انا عندي هنا المسافة والسرعة، انا عايزة الزمن، يبقى الزمن هيساوي المسافة على السرعة. تمام، يبقى هيساوي 45 على السرعة 18. تمام، هيطلع الزمن الكلي 2 ونص. انا كده افكرك تاني ان كده انا بحسب السرعة المتوسطة اللي هي بتساوي المسافة الكلية اللي هي 45 على الزمن الكلي اللي احنا عاوزين نجيبه،
فهنا السرعة المتوسطة موجودة والمسافة موجودة، عايز اجيب الزمن الكلي. فكده استنتجنا الزمن الكلي من القانون ده. خلاص بعد كده هنا بيقول لك قطع 15 كيلومتر الاولى في ساعة. طب انا عندي الزمن الكلي ساعتين ونص، يبقى هاخد احسب الزمن المتبقي هيساوي ساعتين ونص ناقص الساعة اللي هو قطع فيها ال 15 كيلومتر. خلاص يبقى الزمن اللي باقي لي قد ايه؟ ساعة ونص. تمام. طب في الساعة ونص دول المفروض يقطع مسافة قد ايه؟ هو اصلا كان قطع ال 15 كيلومتر الاولانيين من مسافة كلية 45، يعني ال 45 كيلومتر قطع منهم 15 كيلومتر. تمام. يبقى انا هطرح ال 45 ناقص ال 15، تمام، عشان اعرف باقي له مسافة قد ايه المفروض يقطعها في الساعة ونص اللي فاضلين. يبقى الزمن المتبقي اللي هو الساعة ونص المفروض هيقطع فيهم ال 30 كيلومتر اللي باقيين، لان هو خلاص قطع 15 كيلومتر، فطرحت المسافة الكلية اللي هي 45 ناقص 15 اللي هو قطعهم بالفعل، يبقى باقي عندي 30 كيلومتر المفروض يقطعهم في ساعة ونص. تمام. يبقى السرعة المطلوبة هتساوي المسافة المتبقية على الزمن المتبقي، يبقى هيساوي 30 كيلومتر على ساعة ونص